بزاف ديال الاشخاص كيقلبوا على الوصفه السحريه للسعاده، بزاف ديال الاشخاص كيقلبوا على حياه بدون مشاكل، بزاف ديال الاشخاص كيقلبوا على حياه بدون صعوبات. واليوم ولات على مود كنشوفوا ان كلشي عنده الوصفه السحريه، كلشي عنده الدرس اللي غادي يهزك اليوم من جحيم المشاكل والصعوبات اللي كتعيشها لنعيم الحياه الرفاهيه ونعيم الحياه اللي بدون مشاكل. هنا غادي نلخص لكم السعاده في جمله واحده بلا ما تبقى تصدع راسك قبل ما ندخلوا في اربعه ديال الخطوات اللي خاصك تبدا تطبقهم في الحياه ديالك باش تحس بهذه السعاده هذه الحقيقيه اللي غادي نتكلم عليها. السعاده الحقيقيه هو السقوط في الصعوبات وتجاوز الصعوبات، يعني القدرة على حل المشاكل والقدرة على تجاوز الصعوبات. فين كاين السعادة هنا؟ السعادة كاين في الشعور اللي كتحس به من بعد ما كتجاوز هذوك الصعوبات. غنطرح عليك واحد السؤال، اعطيني اخر مشكل عشيه، اخر صعوبة عشيها وقدرتي تحلها بالقدرات ديالك المعنوية، كيفاش كان الشعور ديالك من بعد؟ كيفاش كان الشعور ديالك فاش تسيم واحد العلاقة فاشلة اللي كان كيسحب لك في الاول ان ما تقدرش تعيش بلا ديك العلاقة، ومن بعد وانت تقول الحمد لله على النعمة اللي عطاني سيدي ربي، وهاد النعمة هادي ما كنحس بها حتى كيحيدوا بعض الاشخاص من الحياة ديالي، عاد كنحس براسي انني تحررت وعاد كناخذ الدرس باش ما نبقاش نطيح في الاغلاط السابقة. كيفاش كانت الحياة ديالك من بعد ما تحطيتي في واحد التشالنج او لا بغيتي تبيع البرودوي الاول وكان شدك الخلعة وكانوا كيضحكوا عليك الناس وكتشوف راسك انك دوزتي مدة ما بعتي والو بانك تفكر انك تسد الشركة ديالك، حتى جالك الكليان الاول وتجاوزتي الصعوبه الاولى والصعوبه الثانيه والصعوبه الثالثه، وكتدور الماضي وكتقول ما كانش هادشي ساهل ولكن انا فخور بنفسي لانني تجاوزت الصعوبات. البير اينشتاين قال واحد الجمله مهمه، قال بان القدره على حل المشاكل كتنمي درجه النمو ديال الانسان. ان بروبليم ريزولي اغمونت لو نيفو دو كونسيونس دو لا بيرسون. انا ما عرفتش اليوم كنا هي الوضعيه ديالك، ولكن عارف حاجه وحده، ان كل واحد اليوم عنده واحد الصعوبات كيعيشها. يمكن واقيلا اليوم يلاه عايش صعوبات مع شريك الحياه ديالك، يمكن تجوزتي يلاه تجوزتي واحد العلاقه فاشله، يمكن واقيلا عندك مشاكل مع رب العمل ديالك، يمكن واقيلا ديماريتي الشركه ديالك وباقي ما بغيت تبيع لك حتى شي برودوي اولا الكليان ما تيجيوش عندك وكتفكر ان تسد، يمكن واقيلا كتعيش صعوبات مع والديك، يمكن واقيلا تالف كتجور على راسك انا ما عندي لا ديبلوم ما عندي لا خدمه لا ردمه لا حتى شي حاجه، شنو هو الدور ديالي في هذه الحياه؟ ما نعرف كيف ما كان النوع ديال الصعوبه هذه، كيف ما كان النوع ديال الصعوبه هذه فهي رساله مشفره من عند الله سبحانه وتعالى اللي خاصك تعرف تقراها وتعرف تتعامل معها باش تدوز بالحياه ديالك لمستوى اخر. هنا غادي نعطيك اربعه ديال النقاط اللي كنت اليوم طايح في هذه الصعوبات هذو من جميع الصعوبات اللي عطيت، كاين اربعه ديال النقاط اللي خاصك تخدم بهم، نقاط عمليه الا بديتي تتخدم بهم تتامن بهم قبل ما تخدم بهم فكن على يقين ان غادي تعرف شنو هو المعنى ديال الحياه السعيده. النقطة رقم واحد، كيف ما كانت الصعوبة اللي طيح فيها اليوم فخاصك تعرف واحد النقطة بأن ماشي بوحدك، كيف ما كان نوع المشكل اللي طيح فيه اليوم فأنت ماشي بوحدك، اليوم كندوز واحد العلاقة فاشلة ماشي بوحدك، اليوم ما عنديش الدبلومات عائلتي فقيرة ما عرفتش شنو ندير ماشي بوحدك، اليوم أنا كنحس براساتي أنني فقدت الثقة في نفسي لأنني سديت الشركة ديالي أولا لأنني جراو عليا من الخدمة، ماشي بوحدك اللي كتسد الشركة ديالك وماشي وحدك اللي جراو عليك من الخدمة، يعني خاصني نوعى بان اي مشكل واقع لي اليوم هو ان كاين على الاقل الملايين او الالاف ديال الاشخاص اللي كيعيشوا في نفس الوقت نفس المشكل ديالي، غير هو كنتحط في واحد مفترق ديال الطرق، مفترق ديال الطرق اللي غادي نختار السهوله كيف ما 90% ديال الاشخاص مع الاسف، وغادي نقول علاش انا واقع لي هذا الشيء وانا ما عنديش الزهر وانا مكلخ والناس اذكياء والناس عندهم الزهر، وشوف هذيك تجوجات وشوف هذا دار شركه وشوف هذا دار فلوس وشوف هذا خرج طوموبيل جديده كيف ما الاغلبيه ديال الناس، واما غادي نقرا هذه الرساله المشفره اللي عطيها لي نعمه ديال الله سبحانه وتعالى باش ندوز بحياه ديالي مستوى اخر. فين كتقويني هذه الصعوبه هذه؟ السؤال اللي خصو يطرح، فين كنتقوى بهذه الصعوبه هذه؟ مؤخرا تلاقيت مع السيده محجوبه اللي كنوجه لها التحيه من هذا المنبر، رئيسه جمعيه ام البنين. هاد السيده هادي استطاعت تعتق الالاف ديال الامهات من التشرد وتعتق ولادهم وتقريهم حتى ولاو دكاتره. تخيلوا معايا هاد الانجاز هذا، تخيلوا معايا هاد السيده هادي عاشت الزلزال ديال اكادير في سن مبكر، تزوجات على 16 عام في سن مبكر، مات ليها الراجل ديالها في سن مبكر بحادثه السير، خلى ليها ثلاثه ديال الدراري يعني 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 ترمل، خلاها ارمله في سن مبكر، ورغم هاد الصعوبات وهاد لونشيرمون ديال الصعوبات
فهمات الرساله وفهمات بان الرساله ديالها في الحياه هي ان بزاف ديال الاشخاص اللي كيعيشوا الصعوبات محتاجين للدعم، بزاف ديال الاشخاص اللي تزوجوا في سن مبكر، بزاف ديال الاشخاص اللي مشى عليهم الراجل، استطاعت تدمج هاد الصعوبات هادو بالرساله ديالها في الحياه. اليوم كون ما جاتنيش ديبرسيون في الخدمه، كون ما جراوش عليا من الخدمه، كون ما عشت تشرد ما كنتيش غتشوفني اليوم. اليوم ما كاينش حياه بدون صعوبات. تخيل معايا علاقه بدون صعوبات، علاقه فاشله او لا تكون مبنيه على النفاق او على الطمع. تخيل معايا ان اونتربرونور سون تشالنج بدون تحديات، فهاد لونتربرونور هذا ما غادي يحسش بالروح ديال المقاوله الا كان الوالد ديالو كيجيب ليه المارشيات او لا كانوا عنده الخدامه تيجيبوا ليه المارشيات. تخيل معايا حياه بدون صعوبات، حياه بدون صعوبات تؤدي الى الاكتئاب، وهذا هو دليل ديال ان كنشوفوا بزاف ديال الامراء في الخليج كيلقاو كلشي وكيمشيو ينتحروا بحال ولد الشاه ديال ايران، لقاوهم شانق نفسو في واحد لابارتمون في ميامي، في بنت هاوس في ميامي، شنق راسو، عنده كلشي. اذا هنا فاش نتكلم على الصعوبات هنا كتجي النقطه رقم جوج، هو ان خصني نشوف الصعوبه اللي طيح فيها ونستعملها كحافز باش نزيد نطلع النيفو، نستعملها كسبب باش نزيد نطلع النيفو. انا اليوم طيح في صعوبه، هاد الصعوبه هذه مثلا واحد العلاقه فاشله، اشنو كنستافد من هاد الصعوبه هذه؟ فكنزيد نطور ثقتي في نفسي، كتزيد تنمى لي درجه النضج ديالي، كنزيد نعرف المعنى الحقيقي ديال الحياه الزوجيه، المعنى الحقيقي ديال المسؤوليه. يعني دائما حنا تنشوفوا الصعوبه بنظره احاديه، ديال وقع ليا مشكل صافي مشيت ليها صافي غادي نتحطم. وهنا بغيت نحل واحد القوس ديال ان الناس اللي في التربيه ديالهم تيكونوا والديهم قاصحين بزاف مع نفسهم، يعني الا كنتي مثلا فاش كنتي صغير كنتي كتجيب مجرد انك تجيب نقطه خايبه في شي ماده وكتلقى الوالد ديالك تي دراماتيز لا سيتوياسيون، لا انت مكلخ انت ما عمرك غدير شي حاجه، شوف هاد الدري هذا ما عمرو غيطفرو، شوف انا حطيت عليه دم جوفي، شوف انا درت هادي. فإلا كنتي في التربيه الوالدين كيكونوا قاصحين فسي كونتاجيو كيعاديو الاولاد ديالهم، وهاد الاولاد هادو كيطلعوا قاصحين مع نفسهم، والانسان اللي كيطلع قاصح بينه وبين نفسه فهاد الانسان هذا دائما غادي ياثروا عليه الصعوبات اكثر من الشخص اللي فاهم بان هاد الصعوبات هادو كيكونوا دائما مؤقته. فاش كنتكلم على انك كتشوف الصعوبه بنظره احاديه، فخصني نتعلم نشوف الصعوبه ب 360 درجه، اشنو كنستافد من الجهه الاخرى. مؤخرا واحد الشخص دار واحد الخطا في الخدمه، جريت عليه عطيته حسابه وجريت عليه. انا اليوم عشت صعوبه، هذاك الشخص كان مكاين عليا بزاف ديال الحوايج، عشت واحد الصعوبه لان ما بغيتش نقطع عليه رزقه، ولكن لقيت راسي مضطر انني نجري عليه. انا طيح في الصعوبه تطرح السؤال مع نفسي، انا مثلا تنصرح هذا الشخص من الخدمه شنو تنربح من الناحيه الاخرى؟ يمكن واقيلا غادي نعتق الشركه ديالي من الافلاس، يمكن غادي نعتق الشركه ديالي من المتابعات القضائيه. يعني دائما كاين واحد الجانب المربح من هذيك الصعوبه اللي تنعيشها. اليوم انا مقاول عايش صعوبه، تخي بيان هاد الصعوبه هذه ما هي الا فرصه باش نزيد نطور المبيعات ديالي، باش نزيد نعطي المجهودات، باش نزيد نستثمر في نفسي، باش نزيد ندير واحد الرؤيه للشركه. اذا هاد الصعوبه انا اللي طايح فيها اليوم من اشمن ناحيه غادي تخليني نطلع النيفو في الحياه ديالي وندوز واحد المستوى اخر. الناس اللي ناجحين في العلاقات ديالهم الاجتماعيه فتعرضوا بزاف ديال المرات للرفض من طرف اشخاص، بزاف ديال الناس جراو عليهم. الناس اللي اليوم ناجحين في المقاوله تعرضوا بزاف ديال المرات لخيبه الامل، لفقدان الصفقات. اذا الصعوبه اللي كنتواجهها انا اليوم من اشمن ناحيه غادي يخليني نتنمى، فينا هو الجانب المربح؟ طرح هذا السؤال هذا، تامل فيه غير ثلاثه ديال الدقائق، فبديت خد ثلاثه ديال الدقائق اللي غادي تهز فيها هذه الورقه والستيلو وغادي تامل بينك وبين نفسك في هذا السؤال هذا، غادي توفر عليك سنين وسنين ديال المعامله ديال ديال ديال, ديال المعاناه وديال القرارات الخاطئه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة غادي نشد ورقة وستيلو وغادي نطرح واحد السؤال مع نفسي، شنا هما خمسة ديال الصعوبات اللي طحت فيهم مؤخرا في الحياة ديالي، خمسة مؤخر خمسة ديال الصعوبات اللي طحت فيهم وتجاوزتهم. علاش غادي خصني ندور ليماجيناسيون ديالي باش نفهم بأن أول حاجة غادي نفهم بأن الألم ما عمرو تيكون مؤقت، لأن الأغلبية كيتعاملوا بحال المشكل بحال غادي يبقى معاهم ديما. هنا اليوم وقع لي مشكل ما عنديش فلوس، إذا ما عندكش فلوس راه جايه 2021 جايه 2020 جايه 2022، إلا ما عندكش صحاب يمكن لك ديفلوبي الكوميونيكاسيون ديالك وجايه 2020 تقدر تحارط فيها في شي عمل جمعوي جايه 2021. اليوم كنتعاملوا مع المشكل وشفتوا هذا الجيل هذا اللي جاي دابا، دائما الجيل ديال التكنولوجي كيتعامل مع المشكل بحال غادي يبقى ديما، ما بقاتش عندها هذيك لونديرونس مونتال، ما بقاتش عندنا، كتعامل مع المشكل بحال لا جا ديما. واحد عنده 25 عام عنده التفكير ديال واحد عنده 99 عام، والانسان ولا راشي.
الانسان ولا لا شيء لانه تي ايفيتي الصعوبات. الوغ ما يمكنش ليا ايفيتي الصعوبات وخصني نتحط في ليطا داكسبتاسيون. جاكسبت اي حاجه وقع اليوم. وقع الصعوبات انا يمكن واقيلا مسؤولش على 100% ديال هذه الوضعيه اللي واقعه ليا، ولكن مسؤول على كيفاش كنتعامل مع هذه الصعوبات هادو. حط خمسه ديال التجارب. علاش كنحط لك خمسه ديال التجارب الصعوبات؟ لان هادشي غادي يخليني ندور ليماجيناسيون ديالي وغادي نفهم وغادي نقول بصح راه ما كانش ساهل وبصح راني تجاوزت وبصح الشعور ديالي كان واحد الشعور ديال الثقه في النفس فاش تجاوزت الصعوبات هادو. يعني كنحس بنفسي انني درت واحد الانجاز. هذا عنده علاقه مباشره سي اتخواتمون ليا ليستيم دو سوا، التقدير الذاتي. يعني ما حد كنشوف نفسي انني درت واحد الانجاز اللي كان صعيب وحققته، التقدير الذاتي ديالي كيزيد يطلع وصامدون دلينيرجي باش نواجه الصعوبات اللي طايح فيها الان. لان في اي وضعيه كتواجهها صعيبه كاين جوج ديال النقاط اللي بغيتك تعقل عليهم مزيان. كاين الحقائق لي في، كاين القصه ليستواغ. الحقائق وليستواغ شنو هما الحقائق؟ حقائق مثلا حنا في واحد الاب سكير اللي حصلناه تيخون الوالده ديالنا مع واحد المراه اخرى. تخي بيان حنا حصلناه انا وخوتي حصلناه انه تيخون الوالده مع واحد المراه اخرى. تخي بيان هادو حقائق ما عندك كيفاش تسلس منها. يعني هذه حقيقه كتشوف الوالد ديالك كيخون الوالده ديالك كيف ما شفتيها انت، كيف ما شافتها اختك، كيف ما شافتها الوالده ديالك. تخي بيان ليستواغ شنو هي؟ ليستواغ هي كيفاش انايا كنستقبل هذوك الحقائق. واش هذوك الحقائق هذوك غادي نقول بان انا فقدت الثقه في نفسي، انا ما بقاتش عندي الثقه في المستقبل، ما بقاتش عندي الثقه في بنادم، الناس كاملين ما مزيانينش، الناس كاملين وحوش، لان الوالد ديالي حصلته تيخون الوالده ديالي مع واحد السيده؟ اولا غادي نفهم وغادي نقول بان انا غادي ناكسبتي هذا الشيء. حنا ماشي ملائكه، الانسان تيغلط وهذا الشيء ما غياثرش عليا نفسيا لان ما غاديش يمكن ليا نتحكم في الحقائق. وهنا كتجي النقطه الاخيره، هو ان انت بعض المرات كتكون غير مسؤول على الحقائق، غير مسؤول على شنو واقع، ولكن مسؤول على كيفاش كتحس. هنا بزاف ديال الاشخاص ما كيبغيوش يقبلوا هذه المساله هذه. تيقول لك وي انا طايح في مشكل، تخي بيان هذاك خينا هذاك عصبني طايح معاه في صعوبه واخا. ومن بعد طرح السؤال، من بعد انا يا منرفز باغي نضرب شي حاجه، باغي نضربو، باغي نعايرو الى اخره. تخي بيان تنرفزتي وباغي تضربو وبغيتي تعايرو ها انت ضربتيه، ومن بعد كي غادي يكون الشعور ديالك؟ فهذا هي الدائره المغلقه. الدائره المغلقه ديال انا كنوهم نفسي ان اذا تبعت المشاعر ديالي والعواطف ديالي راه غنحل المشكل، ولكن غير غادي نصغر نغرق نفسي. هنا فين كتجي النقطه ديال الذكاء العاطفي، يعني نفهم المشاعر ديالي، نتحكم في المشاعر ديالي، ونشوف الامور ايضا من الزاويه ديال الشخص الاخر اللي عندي معاه الصعوبه، ونشوف الامور من 360 درجه. يعني انا دابا تعصبت كنشوف الامور من اونيفو ميكرو، يعني كنشوف الميكرو اشاك، كنشوف ديك اللحظه هذيك. ولكن الا كبرت الرؤيه غادي نلقى بان راه هاد الصعوبه هذه راه في بارتي من واحد لا سيتوياسيون اللي في صالحي، اللي غتخليني ندوز واحد المستوى اخر. بحال السهم ديال لابوكس، السهم ديال لابوكس تيبان لك طالع من بعيد، ولكن الا بقيتي تتقرب ليه اونيفو ميكرو فغيبان لك كاين طلوع كاين هبوط كاين طلوع كاين هبوط، ما حدك كتبعد ما حد كيبان لك السهم ديال لابوكس طالع. وكذلك الحياه الانسان اللي ناجح وعنده السهم طالع، الا قربتي للحياه ديالو غادي تلقى كاين بزاف ديال ليهو اليبا. هادوك ليهو اليبا فاش كنفوتهم تما اوب تتزيني لا دوز ديال الدوبامين. اذا غادي جو ريكابيتول، النقطه رقم واحد الا كانت كيف ما كانت الصعوبه انت ماشي بوحدك، كاين 9 مليار ديال الناس اليوم، شحال من واحد غادي يعيش هذه الصعوبه هذه؟ كاين واحد الفئه كبير، واحد الفئه كبيره من اللي الناس اللي عايشوا الصعوبه هذه ما غيعرفوش يتعاملوا معاها. الوغ انت ما تكونش من هذوك 90%، كون من 10% اللي غادي يشوفوا الجانب المربح. النقطه رقم جوج، من اي ناحيه اون كيل ميزيغ هذه الصعوبه هذه غادي تخليني ندوز بالحياه ديالي اولا بالشركه ديالي اولا بالعلاقه ديالي ونزيد نطلع نيفو في الحياه ديالي؟ طرح هذا السؤال ورقه وستيلو. النقطه رقم ثلاثه هو شنو هما الخمسه ديال لي سيتوياسيون ديفيسيل اولا خمسه ديال الصعوبات الاخرين اللي طحتي فيهم؟ خدم ليماجيناسيون ديالك، وفاش مجرد ان غادي تكتبهم غادي تفهم بان انت اللي قاصح بينك وبين نفسك، وانت اللي خصك تغير التعامل ديالك مع هاد الصعوبات هادو. وخاصني نفرق ما بين الحقائق وما بين ليستواغ، ما بين لي في وما بين ليستواغ. لي في هو الوضعيه اللي كيعيشوها بزاف ديال الناس، ولكن ليستواغ هي اللي كتحدد النتائج ديالك في الاخر واش غيكونوا سلبيه ولا ايجابيه. النقطه الاخيره، انا ما مسؤولش على هادشي 100%، ولكن مسؤول على المشاعر ديالي كنحس تجاه هذيك لا سيتوياسيون. على قولة الله اكبر، كنتمنى لكم السعاده في الحياه ديالكم. طبق باس لاكسيون، نطلب منكم انكم ديروا جيم لهذا الفيديو هذا، ديروا كومونتير باش يطلع
الا بغيتوا الفيديو هذا يشوفوه بزاف ديال الناس، وانا متاكد ان كاين بزاف ديال الاشخاص اللي محتاجين لهذا الفيديو هذا. واخيرا بلا ما نحتاج نوصي، غادي ديروا سبسكرايب لهذه القناه بالضغط على الزر الاحمر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.